واضح الآن يعني إحنا بدأنا منذ أيام في ترميم مسجد الاستقلال، ترميم واسع شامل لجميع مرافق المسجد. يعني كما هو معلوم المسجد يشرف الآن ويقارب على عمر 100 عام، وخلال هذه الفترة تم هنا وهناك ترميم بعض الترميمات الجزئية، ولكن هذه أول مرة يحصل فيها ترميم بهذا الشكل بهذا الحجم يشمل جميع مرافق المسجد الداخلية والخارجية. اللي دعا إلى هذا الترميم هو الحاجة الماسة له، يعني مرافق المسجد، شبكات المسجد الأساسية مثل الكهرباء مثل الماء وغيرها تآكلت وصار فيها أعطال كثيرة، فكان من الضروري أن نقوم بصيانة ما يمكن صيانته، واللي لا يمكن صيانته نقوم بتغييره وتجديده إن شاء الله تعالى. طبعا المشروع ينفذ ضمن خطط مدروسة لطاقم مهني مهندسين وما إلى ذلك، فالتكلفة باهظة جدا عالية جدا، ونحن انطلقنا منذ أيام في حملة دعاية قطرية محلية في حيفا وقطرية في المدن والقرى العربية، على أمل أنه يعني نقوم بجمع هذا المبلغ ونركز على شيء، أنه هذا المسجد يعتبر يعني تراث عربي فلسطيني إسلامي عريق في هاي البلد، واللي لابد من الحفاظ عليه بفضل الله. نعم بدأ الإقبال، يعني الحملة ما زالت وليدة أيام يعني، ولكن من خبرة سنوات سابقة أيضا أنه أهل الخير كثار إن شاء الله. هذا المسجد هو أحد مساجد حيفا الأربعة: مسجد الاستقلال، مسجد الجريني، مسجد الحاج عبد الله، والمسجد الصغير الذي لا يزال مغلق. طبعاً مسجد الاستقلال هو أشهر هذه المساجد، أولاً كما قلنا لأنه كان خطيبه الشيخ عز الدين القسام، ثانياً بحكم موقعه المركزي في مدينة حيفا. هذا المسجد اللي تم تأسيسه في بداية سنوات العشرينات من القرن الماضي، يعني الآن نحن نتحدث أنه هذا المسجد تقريباً مر على بناءه 100 عام، وبهذه المناسبة يعني قمنا بالتخطيط لهذا المشروع، مشروع الترميم، يعني مشروع ضخم جداً لدرجة أنه التخطيط لوحده يعني ما كان مجرد مشروع يعني عشوائي، مشروع اشترك في تخطيط مهندسين ومقاولين، مهندسين كهرباء، مهندسين بناء، مصممين داخليين، يعني حتى أن يكون الشيء على مستوى عالي جداً. طبعا مسجد الاستقلال اللي كان عامر منذ تأسيسه في العشرينات وحتى عام النكبة في 48، كان في صلاة الجمعة خصيصا يحضر المئات من المصلين، يمتلئ المسجد عن بكرة أبيه لحضور خطب الشيخ عز الدين القسام. طبعا ظل هذا الحال حتى عام النكبة. في 48 أغلق المسجد كما هو حال كثير من المساجد في بلادنا، ظل مغلق حتى أواسط السبعينات في القرن الماضي. في أواسط السبعينات تم فتح المسجد بشكل جزئي، يعني لصلاة الجمعة صلاة الظهر فقط، ولكن بعد ذلك في 91 حدثت النقلة حينما فتح المسجد بشكل كلي للصلوات الخمس ولكافة الفعاليات والنشاطات الدينية. طبعا في 94 تم رفع الأذان، كان الأذان داخلي، في 94 رفع الأذان، والأذان لحديث اليوم الحمد لله أذان خارجي يسمع من خارج المسجد. أيضا المسجد تم عليه بعض مشاريع الترميم الصغيرة هنا وهناك، يعني مثل افتتاح مصلى النساء، بناء المكتبة، وضع سجاد جديد، يعني هاي مشاريع كانت تقام كل فترة وفترة، ولكن المشروع اللي بنتحدث عنه اليوم هو مشروع شامل وكامل لكافة مرافق المسجد. ولكن ننتبه انه هذا المسجد بما انه مسجد تاريخي وفيه تراث وفيه اصاله، فالامور اللي هي يعني مثل منبر عز الدين القسام سيبقى كما هو، هذا هو المنبر الاصلي، لا يمكن ان نمسه او ان نغير فيه، ولكن باقي الامور اللي بحاجه الى ترميم سنقوم على ترميمها.